الآن في الكامب نو بمدينة برشلونة لأشارك في المؤتمر العالمي، مؤتمر العالمي لجمعية مرابطي البرصة عبر العالم. بعد هذا الزوال سيكون الجمع العام السنوي، بعد ذلك في الليل سيكون وجبة العشاء الشعبي ما يسمى بلوديدي بوبولير، وغدا سيكون لنا وجبة غداء مع رئيس الفريق بارتوميو، ثم في الليل سنذهب لمشاهدة أرسنال في دوري غامبير، أول مباراة رسمية وخحبية لفريق البارسا في هذا الموسم بالكامب نو. نحن نتواجد في الباب 15 وندخل، تشوفوا جميع الوفود اللي مشاركة في هذا المؤتمر العالمي. سندخل بعد قليل إلى الجمع العام، ومن هناك سأحاول تغطية هذه اليومين كلها معكم ونعيشكم معايا الجمع العام السنوي وبداية الموسم الرسمية لفريق FC بارسلون. إلى اللقاء في الفيديو المقبل.